أخبار جديدة هامة جدا بتخص وبتهم كل شخص عم يستنى إصدار الآيفون 16 الجديد هذا العام، وبالذات موضوع الألوان الجديدة اللي راح ينزل فيها الجهاز، وكمان أخبار بتخص الزد فولد الجديد من شركة سامسونج، الجهاز القابل للطي، وكمان في أخبار ممكن تشوفوها أنتم غريبة لأنه بكير عليها بتخص الآيفون 17 اللي راح ينزل بعام 2025. إيه لا تستغربوا من إيش تطلع أخبار عن الجهاز. كل هذا أكثر بالفيديو، لا تنسوا تحطوا لي لايك وتتابعوا الفيديو للأخير وتشاركوا بين أصدقائكم. نشوفكم بعد 5 ثواني بعد الانترو، يلا نستمتع. مرحبا أصدقائي، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. أنا محمود، بهالفيديو عنا مجموعة أخبار هامة جدا، ورح نبدأ بخبر من شركة سامسونج بخصوص الهاتف القابل للطي الجالكسي زد فولد 6. بالفيديو الماضي أنا أعطيتكم ملخص الهواتف القابلة للطي إذا عملية ولا لا، ونصيحتي لكم ورأيي الشخصي بهالأجهزة، رح أحطلكم فيديو بالآيك شوفوا إذا عندكم فضول، وكمان إذا حابين تقتنوا أو تشتروا جهاز من النوع هذا. مبدئيا سلسلة الزد فولد من شركة سامسونج كلها بتحمل هوية تصميمية معينة، يعني الأجهزة بتنزل بإصدارات مختلفة لكن التصميم الأساسي أو الشكل بيشبه بعض، على مبدأ الآيفون وعلى مبدأ سلسلة الاس من شركة سامسونج، اللي يعني بيصير تطويرات صغيرة بالشكل لكن من بعيد ما فيك تميز الجهاز بشكل كبير. الصور بتبين انه الجهاز شكله رائع ومغري جدا، بيشبه الاس 24 الترا، حوافه كتير صغيرة، يعني فينا نقول الجهاز عبارة عن شاشة ما في حواف، وهذا اللي يعتبر نقلة حلوة بتصميم الجهاز. مثل ما بنعرف النسخ الماضية كانت حوافها شوي كبيرة وواضحة، لكن هالمرة الحواف على الجهتين، يعني الجهاز هو مغلق وهو مفتوح، راح تكون حوافه صغيرة جدا، مما بيخلي الجهاز عبارة عن شاشة فقط. الجهاز كما هو متوقع والأمر منطقي جدا انه يحصل على نفس ميزات الـ AI او الذكاء الاصطناعي الموجودة بالـ S24 الترا، بالإضافة لمعالج السناب دراجون 8 جين 3 اللي نزل فيه الجهاز. المعالج أداؤه رائع، يعني فينا نقول الجهاز هو عبارة عن S24 الترا لكن مع شاشة أكبر، أو مع إمكانية إنه نفتح الجهاز حتى يصير تاب. مقاس الشاشة القابلة للطي هو 7.6 إنش، شاشة عملاقة عبارة عن تاب متنقل لكن بحجم صغير، وكمان الشاشة الصغيرة على أساس صغيرة يعني اللي هي ضخمة تعتبر، اللي أثناء ما يكون الجهاز مغلق فينا نستخدمها كموبايل عادي، حجمها 6.2 إنش. شاشة رائعة 120 هرتز سوبر أموليد، ممتازة جدا على الجهتين طبعا. الخبر اللي رح يفرح عشاق أجهزة سامسونج وكمان أجهزة أندرويد بشكل عام هو إنه أجهزة سامسونج من جديد صارت تحصل على تحديثات لمدة 7 أعوام. طبعا الجهاز الجديد اللي رح ينزل الفولد الجديد يعني والإس 24 ألترا وكل الأجهزة اللي رح تنزل من جديد، طبعا الأجهزة الغالية والأجهزة الرخيصة، رح تحصل على تحديثات لمدة 7 أعوام مثل شركة أبل ما بتعمل من زمان كثير. يعني فينا نقول إنه الأجهزة صارت هلأ كنظام كتحديثات كأبديت تعيش معنا عمر طويل، لكن هون الدور بيجي عليكم انكم تشتروا الهاردوير المناسب اللي يعني بالمقابل راح يصمد هاي الفترة اذا حابين تقتنوا الجهاز يعيش معكم مدة طويلة. الخبر اللي انا بشوفه كتير حلو بخص عشاق اجهزة الايفون الجديدة وبالذات سلسلة 16 بنسخة البرو والبرو ماكس، وهو الوان الاجهزة الجديدة. كلياتنا استنينا بصراحة بالنسخة الماضية انه ينزل اللون الخمري اللي انا كنت بصراحة بتمنى انه ينزل فيه الجهاز، لانه اللون الخمري راح يطلع على الماتريال المستخدم في تصنيع الجهاز رائع جدا، لكن شركة ابل فاجأتنا ونزلت الوان ثانية ما عدا الخمري، التيتانيوم والتيتانيوم بلو والنيتشر تيتانيوم اللي هو اللون الاصلي يعني، لكن هاي السنة كمان طلعت تسريبات انتشرت بشكل كبير على منصة اكس تحكي انه في لونين جداد راح ينزل فيهم الايفون 16 او 16 برو وبرو ماكس. اللون الاول هو رمادي التيتانيوم او الرمادي الاسمنتي، واللون الثاني اللي بيشبه الذهبي القديم كتير وهو الذهبي الصحراوي او تيتانيوم الصحراوي. لون التيتانيوم الصحراوي او الاصفر الصحراوي بصراحه بيشبه كتير اللون الذهبي اللي كانت تنزل فيه الاجهزه سابقا بنسخه 13 وال14 برو مثلا. اللون الاصفر اللي انا كنت مقتنيه بصراحه كان من الالوان المفضله بالنسبه لي، لون الذهبي عفوا مو الاصفر، واللون الاصفر الصحراوي اللي راح ينزل بال16 بيشبهه كتير، بينما اللون الرمادي الاسمنتي او اسمنتي التيتانيوم ما بعرف اسماء الالوان كتير غريبه صعب ان الواحد يحفظها، كتير بيشبه النسخ الماضيه بلون السبيس جراي اللي كان ينزل بنسخه الايفون 6 ال6 بلس وال
يعني هي السلسله هي الفئه من الاجهزه. كان في لون سبيس جراي صراحه شكله حلو. اللون الاسمنتي الرمادي راح يكون بيشبه هاي الالوان بشكل كبير. كنت بتمنى انه يعني الشركه او بتمنى لسه لانه مو اكيد تنزل هاي الالوان، تفاجئنا وتنزل اللون الخمري اللي انا كثير يعني كنت مبسوط وقت كان نزل عنده تسريبات. يعني بتمنى انه ينزل بنسخه 16. ما عرف اكتبوا لي انتم بالتعليقات شو هو اللون اللي بتتوقعوا وبتتمنوا انه ينزل فيه الايفون 16 برو او البرو ماكس. الخبر الاخير معايا اليوم بخص الايفون 17 ايه، لا تستغربوا الايفون 17 بلشت تطلع عنه تسريبات وانا ماني مستغرب من الموضوع بصراحه، لانه الموضوع بخص بخل الشركه شوي او يعني توفير الشركه شوي للمصاري. لا تشيع الاخبار بمعظم يعني بمعظم الاحيان بتكون صحيحه وواقعيه ومسربه من داخل الشركه. شركه ابل تحكي انه في عندها ازمه شاشات لهذا الشيء، يعني بلشوا يبهدلنا انه الايفون 16 وال16 بلس 16 و16 بلس ما راح يكون فيه شاشه يعني 120 هرتز مثل نسخه البرو والبرو ماكس. يعني عملوا لنا انه ما راح نحط لكم بالنسخ الرخيصه البروموشن رخيصه بين قوسين، الجهاز بيكون حقه تقريبا 800 900 دولار، راح تكون هاي النسخه كمان من الاجهزه اللي هي 16 بشاشات 60 هرتز، الشاشات التقليدية اللي هي جودتها حلوة وشكلها حلو وفيها دايناميك ايلاند وكل شيء بتحلم فيه، لكن ما فيها البروموشن ال 120 هرتز. ليش الشركة عم تمهد لنا لهذا الشيء؟ مشان ما نحط امل كثير انه النسخة الرخيصة من الايفون يكون فيها شاشة 120 هرتز، والتسريب بيقول انه الشركة لل 2025 لحتى تحسن تأمن كمية كافية من الشاشات بتقنية البروموشن او بتقنية او يعني تردد من 1 ل 120 هرتز. لهذا الشيء انه ال 2025 الايفون 17 وال 17 بلس ممكن يكون فيهم الشاشات ال 120 هرتز اللي موجوده بالبرو والبرو ماكس حاليا. هذا الشيء انا كنت متوقعه من زمان انه الشركه كمان تشط وتمط بموضوع اضافه شاشات ال 120 هرتز للنسخ الرخيصه او نسخه ال 15 او 16 و 17 والبلس، انه مو نسخ البرو فقط. طبعا لعبة واضحة كثير، يعني شيء متوقع من شركة ابل. اذا الاجهزة هيك هيك عم تنباع ليش تحط تكلفة اكثر وتضيف يعني شاشة ممكن تكلفها 50 او 100 دولار بكل جهاز، اذا هي الجهاز اوريدي عم تنزله بشاشة بدائية 60 فريم والجهاز عم ينباع وعم ينباع بشكل كبير. يعني الايفون 15 مبيعات خرافية والايفون 15 بلس، فهي ليش تضيف الايفون 14 حتى 13 لسه عم ينباعوا، يعني فهي ليش تضيف شاشه تخلي الجهاز تكلفته اعلى ونفس المربح، لانه المربح اقل راح يكون طبعا بما انه التكلفه اعلى، انما بحسن يغلوا الجهاز راح يزودوا التكلفه عليهم. لا، بيعرفوا التكلفه رخيصه، بيعرفونا شاشه 60 اف بي اس او 60 فريم 60 هرتز والجهاز عم ينباع هيك وخلص، بشطوا سنه ثانيه بسبحونا يعني ل 2025 لنسخه الايفون 17 لحتى ينزلونا هي التقنيه. يعني امر متوقع، لا تزعلوا، لا تحروا حالكم، اشتروا البرو حتى تحصلوا على هاي التقنيه، ادفعوا كم ليره زياده. هاي البدايه. شو بتعمل؟ شو رايكم بجهاز سامسونج الجديد اللي حكيت عنه بالفيديو؟ وشو رايكم كمان بالوان الايفون الجديد والخبر عن الايفون 17؟ كتبوا لي رايكم، بيهمني كثير. وهيك بيكون خلص فيديو اليوم، بتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، واذا عجبكم الفيديو حطوا لي لايك تدعموني كثير، اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس وشاركوا الفيديوهات بين اصدقائكم واحبابكم لتعمل معرفه على الجميع. سلام.